متتبعي موقع لو سيت انفو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوجه الآخر. ضيف اليوم إعلامي مغربي شهير اختار نفسه مسار مهني متميز بواحدة من أكبر المحطات التلفزية في الوطن العربي، أستاذ أمين السبتي، إعلامي بقناة بي إن سبورت. مرحبا بك معنا في لو سيت انفو. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة ورمضان كريم عليك ولجميع المتتبعين. شكرا لك. بداية، المغاربة كاملين كيعرفوك إعلامي متميز ناجح ومعروف يعني بشكل كبير، ولكن ما كيعرفوش هذا الإعلامي فين دوز الطفولة ديالو، كيفاش كانت هاد الطفولة ديالو، وما نكرهوش شوية تقربنا من هاد الأمور هاي. أنا من مواليد 1985، عشت وكبرت في مدينة الدار البيضاء، تحديدا في درب القريعة، في درب السلطان، يعني حي شعبي من أبناء الشعب، وأنا فخور بذلك. المسار الدراسي كانت الابتدائي في مؤسسة أم القرى بكاليفورنيا، مؤسسة خاصة. التعليم فيها كان يعني يتبع منهج ديني، لأنه كان عندنا فيها حصص طويلة في حفظ القرآن، كنا نؤدي الصلوات الجمعة أيضا في المسجد جماعة. فبالتالي المسار الابتدائي كان فيه تحفظ كبير وفيه يعني مسار ديني اللي بغينا نقوله. من بعد خرجت من الخصوصي إلى العام، يعني متابعة الدراسة على مستوى الإعدادي. خليني نقول إنه كانت يعني فترة انتقالية من الخصوصي، من المسار الديني المتحفظ إلى المفتوح، يعني في المجال العام. في إعدادية بديت بإعدادية النصر في حي الرجب بدمارس، وانتقلت على 4 ديال الإعداديات في المسار الإعدادي ديالي. ربما كانت عندي طفولة شوية صعبة، كنت مشاغب إلى حد ما. ربما كثير من الناس من كيشوفوا الوجه ديالي كيعطوني ربما كتكون صدمة من كيعرف إنه المسار ديالي كان شوية صعب، لكن الحمد لله من بعد كل واحد كيكون الشخصية دياله بالنظر للمحيط اللي عاش فيه والعائلة اللي تربى فيها. بالنسبة للمسار الدراسي ما بعد البكالوريا، كنعرفوا أن جول التلاميذ كياخذوا البكالوريا كيكونوا ربما حيرين شنو غيديروا، واش كان عندك مسار يعني مرسوم كنتي كتقول غندير هاد الشعبة هادي ما بعد البكالوريا، أو لا حالك حال مجموعة ديال التلاميذ المغاربة اللي كيكونوا شوية حيرين؟ كيف ما كنقولوا، كان الريح اللي كيجي كيدينا. كان عندي صديق اللي كان ناجح في البرمجة المعلوماتية، وكان حلمي ربما أنني نولي بحاله، لأنه كان يعني المداخيل ديالو من هذا العمل اللي يقوم به كانت مداخيل مدهشة، وعجبني المجال. رغم أني من بعد ما حاولت أن نمشي في هذا المسار اكتشفت أنه فاشل في كل ما هو معلوماتي. فكيف ما قلت لك، كان ما كانش مسار مرسوم بتاتا. كان في فترة من الفترات التركيز ديالي مشى للمعهد، للمعهد ديال المكناس ديال الدرك الملكي. ما توفقتش انني نمشي، اخترت عديت يعني دي تيست في مجالات اخرى، التنشيط السياحي، يعني اشياء اخرى. وربما الانتقال الى او التفكير في مجال الصحافه والاعلام جاء بعد حيره طويله، حتى انني تسجلت في الدار البيضاء في الدروا فرونسي في الجامعة ديال الدار البيضاء. لكن موضوع الانتقال إلى مجال الإعلام جاء عن طريق الصدفة، لأنه كان عندي أخ اللي كيعيش الآن في الديار الكندية، هو اقترح على العائلة أنه يشوفوا لي هذا المجال هذا، لأنه كنت من صغري أحب التعليق على المباريات، أتابع الرياضة، كنت أمارس أيضا الرياضة في الفئات الصغرى ديال فريق الرجاء البيضاوي. وكنت يعني في مناسبات عديدة كنت أرغب في ترك الدراسة وإغلاق ملف الدراسة والانتقال أو الاستمرار في مجال كرة القدم، لكن سبحان الله الظروف، كل واحد في مكتب له يمشي. فبالتالي سجلت في المعهد العالي للصحافة والإعلام في الدار البيضاء. النظرة الأولى لما تدخل المعهد كتشوف الاستوديو، كتشوف الأضواء، كتتلاقى مع أساتذة اللي كنت في وقت من الأوقات كتشوفهم في التلفزيون، بحال الأستاذ جامع قول حسان، الأستاذ حميد ساعدني، وأسماء أخرى مش منساش كل شيء. فكيشدك المجال وتوكلنا على الله وقلنا بسم الله، هذا هو.
بالنسبه للبدايات ديالك الاعلاميه، عرفنا ان قريتي في المعهد العالي ديال الصحافه والاعلام اللي كاين في الدار البيضاء، قراو فيه مجموعه ديال الاعلاميين وتخرجوا منه مجموعه ديال الاعلاميين. البدايات المهنيه ديالك في المغرب كيفاش غادي تكون؟ البدايات كانت حتى هي عن طريق صدفة، بعد ما نهيت 3 سنوات من تكوين الصحفي وحصلت على الإجازة في الإعلام والسمع البصري، كنت وقتها في نفس الوقت أشتغل في مركز الاتصال سنتر دابيل، فكان اتصال في يوم جمعة تذكره جيدا من الأستاذ حميد سعدني، وقتها كان رئيس تحرير في القسم الأخبار للقناة الثانية، فاقترح علي المجيء لإجراء تدريب ستاج، وكانت أول جملة قالها لي إنه ها هي فرصة لكن غير مضمونة، الكل يعني عملية التوظيف أو لا توظيف تتوقف عليك، إلى عجبتهم غادي يأخذوا، هذه هي أول جملة. فجيت تقريبا في الشهر ولا شهرين الأولين، بقيت متمسك بالعمل ديالي اللي هو في السنتر دابيل لأنه كان مصدر رزقي، وحاولت يعني ندمج في القناة الثانية. صراحة لقيت مساعدة من زملاء أكثر، ما نذكرش الأسماء باش ما ننسى حتى شي واحد، لكن فعلا كانت تجربة جيدة وكانت النافذة اللي خلتني نطلع على المشاهدين. كيفاش كان هذا التحول، هذا ربما نسميوها نقطة تحول في المسار المهني ديالك، كيفاش جات هذه النقطة ديال التحول؟ حقيقة هي يعني مرحلة انتقالية اللي تبدلت الحياة، لأنه كما قلت لك برنامج موجز الرياضي على قناة دوزيم هو اللي كان يعني بمثابة النافذة اللي طليت منها على المشاهد، والانتقال إلى الجزيرة الرياضية آنذاك اللي هي بين سبور حاليا كانت عن طريق مدير الأخبار السيد محمد عمور اللي كان وجه له تحية من هذا المنبر، كان تواصل واقترح علي وقتها أنه فكرة الانضمام إلى الجزيرة الرياضية التي كانت وقتها تفكر في إنشاء قناة خاصة بالأخبار اللي هي الأولى على مستوى الوطن العربي إخبارية محضة. وقتها كيف ما كيعرفوا الناس اللي كانوا قرب مني ما كانش عندي ما نخسر، كنت بداية المسار تقريبا بعد أقل من 4 سنوات تجربة في القناة الثانية يعني البداية، وقلت لما لا، وقررت أنه نوافق على العرض اللي كان تقدم، خصوصا أنه عرض لا يعني مستحيل ترفضه واحد يرفضه، صحيح. فقررت أن نخوض هذه التجربة رغم المخاوف، رغم يعني ما نقولش إغراءات، لكن العرض اللي جاني من الجزيرة خلى ربما حتى على مستوى القناة الثانية كان ممكن أنني نستمر بظروف أحسن من اللي كنت منها، لكن فضلت أنه نخوض التجربة رغم الصعوبات والمخاوف اللي كانت عندي في الأول. والحمد لله في بدايات 2011 بالضبط يوم 10 يناير 2011 حطيت رجلي في قطر وبدأت المسير. خليتي بلادك الأسرة ديالك ربما وبديتي مسار آخر، نبغيو شوية تقربنا من هذا الجانب الإنساني ديال هذه التجربة. هذه الجانب الإنساني حقيقة هو صعب، الفراق مع الأهل والأسرة والأصدقاء والمحيط اللي عشت فيه سنوات، لكن التفكير في المستقبل ربما يجعل الأمور أكثر يعني سهولة، والتفكير أيضا في التطور على مستوى يعني المسار الاحترافي وفي المجال، باعتبار أنه جاي القناة تعتبر هي الأولى على مستوى الوطن العربي في مجال الرياضة، عندها أيضا مستقبل بما أنه قطر يعني من البلدان العربية أو خليني نقول أول بلد عربي يستضيف أكبر عدد من المسابقات والتظاهرات الرياضية، فحاولت أنني نديرها صفحة جديدة في حياتي وتوكلت على الله. بالنسبة للمسار المهني لا أخفيك أنه كان صعب جدا، في القناة الثانية عمري ما طلعت لايف، عمري ما درت حاجة مباشرة، لأنه البرنامج اللي كان عندي اللي هو الموجز الرياضي كان مسجل، فبالتالي في البداية كان عندي تخوف كبير من اليوم الأول اللي غادي نظهر على الشاشة أمام المشاهد، وخصوصا أنه طبيعة العمل تختلف كليا على طبيعة العمل في المغرب، هناك نشرات يعني مدتها الزمنية طويلة،
فيها مداخلات كتار مع مراسلين مواضيع مختلفة، فكان عندي تخوف كبير. كنت أشاهد يعني من وراء الستار ومن وراء الكواليس زملائي السابقين أو اللي كانوا سابقيني في القناة كيف يشتغلون، الظروف اللي كانوا يشتغلوا فيها، المباشر، النشرات اللي كيقدموها. قعد تقريبا 7 أشهر من ولوجي ولا انضمامي للجزيرة الرياضية، جاء الموعد ديال انطلاق قناة بي ان سبور أو قناة الجزيرة الرياضية الإخبارية، وحصلت على شرف تقديم أول نشرة أنا وزميلة أخرى جزائرية خولة بالشهب، إلى جانب قامة رياضية كبيرة بقيمة باولو مالديني آنذاك لاعب ميلان. فيعني هذا يوم سيظل في التاريخ، لن أنساه، لا أخفيك. يعني عدد من المصورين في النيوز روم أو قاعة الأخبار، المدير واقف مباشرة أمامي، قيل لي أن حتى كبار المسؤولين في البلد يتابعون يعني هذه النشرة، لأنه مولود جديد كانت عليه رهانات كبيرة وتم تأجيل انطلاقته في مناسبات كثيرة. فكان عندي تخوف لأنه أول مباشر، تخوف من أنني يمكن نضيع كل ما بنيته في نشرة واحدة، في طلوع واحد. فالحمد لله، الحمد لله أنه الأمور سارت على ما يرام، وطلعت النشرة ناجحة، ما كان فيها لا ضحك لا تخوف. عشتي أجواء يعني ظروف استثنائية وأجواء استثنائية مباشرة بعد الانتقال ديالك للجزيرة الرياضية اللي هي بين سبور حاليا، ومازال كتعيش هالظروف الاستثنائية اللي هي ظروف ديال الحجر الصحي اللي كيعيشها المغرب وجل البلدان ديال العالم. نبغيو تقربنا شوية من هالظروف هذا، خصوصا في ظل العمل ديالك. صحيح جائحة كورونا يعني لخبطت الأمور، ولا حد كان يتوقع ما نعيشه اليوم. بالنسبة لظروف العمل، تم تقليل عدد النشرات وبالتالي تقليل عدد الموظفين الذين يشتغلون من القناة، بما أنه احنا تقريبا 22 مذيع في قسم الأخبار. كانت يعني بشكل دوري تقريبا شهر مارس كله اشتغلته، هذا الآن حاليا الأسبوع الثاني الذي أشتغل فيه من البيت عن طريق إجراء إما مقابلات عن طريق سكايب مع لاعبين، تحدث معهم على الوضعية المتأزمة، على توقف النشاط الرياضي في مختلف الدوريات، تعرف على يعني كيف يقضون هذه الفترة الصعبة، بما أنهم رياضيين والرياضي دائما لازم تكون عنده حركة وبرنامج يعني ديال التدريب للحفاظ على اللياقة البدنية. فبالتالي الأمور أقوم بها من المنزل، وعندي برنامج تقريبا هذا ثالث أسبوع، برنامج أخبار الكرة الإسبانية، يعني يكون فيه الحديث على الموضوع، موضوع الساعة في الدوري الإسباني، موضوع على عودة الأندية للتدريب، كيكون مراسل قنوات بين سبورت حاضر عن طريق مداخلة عبر سكايب، وتكون حديث عن لاعب ما يتم اختياره في الاجتماع التحريري. فالعمل من البيت، ظروف صعبة، ربما صعبة في قطر أكثر من المغرب. كتعيشوا أجواء ديال الفطور، موائد ديال الفطور نفس الأجواء اللي كنعيشوها احنا في المغرب، أو لا كيختلف عندكم الأمر بعض الشيء؟ وسابقا يعني نحاول يعني أن نعيش الأجواء يعني بشكل طبيعي مثل ما هو في المغرب، لكن سبحان الله في المغرب رمضان عنده رائحة كتشمها قبل ما يوصل رمضان بأسبوع، وأثناء رمضان هناك طقوس خاصة، يعني زيارة الأقارب، صلاة التراويح في المساجد، وصوتها يعني المنتشر في الأحياء وفي جميع المناطق. ربما في قطر يختلف الوضع، بما أنه غياب الأسرة، فكنا سابقا قبل الوضع الحالي نحاول يعني الاجتماع مرات مع أصدقاء عن طريق يعني عزومات، هذه عرض عليك زملاء في العمل، أصدقاء المغاربة وكذا، لكن الآن ظروف تختلف في هذا الوضع الحالي، كل واحد سد عليه بابه، كل واحد متخوف، خصوصا اللي عندهم أطفال. ولو أنك متأكد أنه مثلا صديقك المقرب حتى هو حامي راسه ومتخذ الإجراءات اللازمة وما تخرج، لكن تبقى دائما تخوف، كل واحد ساد عليه. في هذا رمضان ربما استغليت الفرصة أنه نراجع ربما نظام الغذاء،
لأنه في تعرف مع العزائم والعرضات الله يمكن الله يعطيك الصحة، المائدة المغربية مليئة وشهية، فما يمكنش يعني تلتزم بواحد النظام غذائي صحي. حاولت فعلى الأقل نخرج بحاجة إيجابية من هذا الحجر الصحي. أنا تبعت من قبل انطلاق رمضان، حاولت نتبع نظام غذائي معين لنتائج ديالو بانت عليا، ورغم الحجر الصحي لأنه في قطر ما كاينش حظر تجول، يمكن لأي شخص أنه يخرج مع الالتزام بالإجراءات المتبعة، الكمامة نعم، والقفازات. أول حاجة ربما كتفكر أنك تديرها بعد انتهاء هذه الأزمة ديال جائحة كورونا. المجيء إلى المغرب أنا صراحة جو الإعلاميين اللي كان اللي يعني اللي استضفناهم في برنامج وجه الآخر اللي كيكونوا خارج أرض الوطن كيقول لك أول حاجة غنديرها نجي للمغرب. وصراحة أنا كانت عندي رحلة للمغرب في بداية مارس، نعم وحجزت الطائرة، وما عرفتش، ربما هذا الأمر هذا يتقاسمه معايا جميع الناس اللي عايشين في المغرب. بين فوا كتحجز تذكرة الطائرة وكتعرف موعد السفر، كيولي تفكيرك كله مع إمتى غادي نوصل للمطار، إمتى غادي نخرج من المطار نشوف أصدقائي ونشوف حبايبي ونشوف بلادي. فبالفعل كنت حجزت تذكرة، كان عندي أغراض نقضيها في المغرب، فكان تفكيري في الأسبوع الأخير إنه إمتى يوصل الموعد السفر. من بعد بدأ الحديث على إمكانية إغلاق الحدود، إمكانية توقف الطيران، حتى على مستوى العمل كانت تحذيرات من القناة إنه البلدان اللي بدأ فيها الانتشار السريع للوباء يحاولوا الناس أنه يتجنبوها، لأنه حتى عملية الرجعة ستكون صعبة، حجر صحي لمدة 14 يوم في البيت. فكان عندي تخوف، ففضلت أنه نلغي السفرة. ومباشرة بعد إلغاء السفرة بعد 24 ساعة تم إغلاق أو إعلان عن خبر إغلاق الحدود في المغرب. فالحمد لله أنه ما اتخذتش المبادرة، وما بقيتش على يعني فكرة السفر، كان غيكون لأنه الأمر ربما أصعب كان إذا يكون دخلت في أمر خارج صعب هذه جدا الساعات. البقاء بعيدا عن الأولاد والعائلة وبعيدا عن العمل. فالحمد لله يعني كانت الفكرة في محلها وما سافرش، ونتمنى إن شاء الله أنه يزول هذا الوباء وتتصلح أمور الجميع ونرجع لحياتنا الطبيعية. إن شاء الله نبغي نعرف الرسالة ديالك للناس اللي كيتابعوك في الوطن العربي والمغاربة، وربما حتى الزملاء ديالك ديال الدراسات تفكرهم شوية اليوم وتستحضر سنوات الدراسة ديالك في المغرب، رسالة للناس اللي كيتابعوك. أشكر جميع الأصدقاء، جميع الأحباب، الناس اللي درست معهم، ودائما أنا على تواصل مع الجميع عن طريق صفحتي في الفيسبوك أو الحساب في الفيسبوك. أصدقاء الطفولة، التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي كيخليوك ترجع يعني لذكريات سابقة مع ناس ربما كتنساهم، كيذكروك بأشياء وذكريات وقعات. كنوجه لهم رسالة محبة ومودة ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء، وتحية لكل من يشاهد هذا العدد أو هذا الفيديو أو هذا البرنامج عن طريق لو سيت انفو. كنتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. أيضا نوجه رسالة لطلبة المعاهد في الصحافة، نقطة مهمة. لما أنا كيف ما قلت لك من كبرت وعشت في درب السلطان حي شعبي، ولما كنت في معهد الصحافة كان عندي دائما تخوف من المستقبل، تنقول واش من بعد ما نخلص دراستي هل سأجد عملا بسهولة، أو أحتاج إلى فلان أو فلتان لمساعدتي، أو كما كنقولوا لو بيستون. فكنقول للناس اشتغلوا، عملوا بجد، حب المهنة ديالك، طور اللغة ديالك، اشتغل على نفسك، وخلي المستقبل لربي سبحانه هو اللي غادي يجيب لك رزقك. لانه فعلا كثير من الناس طريق فيسبوك يسولني تيقول لي كيفاش وصلتي، واش ضروري خاصني نكون نعرف شي واحد، انا ما كنت نعرف حتى شي واحد، وما كاينش مكان مشيت له عن طريق شي واحد، بالعكس سبحان الله ربي سخر الامور، والدنيا ارزاق، فين ما عندك الرزق غادي يوصلك. هذه هي رسالتي. شكرا جزيلا لك مجددا على تلبية الدعوة، وسعداء باستضافتك في برنامج الوجه الآخر. العفو، كنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا على الدعوة.